ما رأيكم قاعدة حديثية أصولية على منهج المتقدمين، كل حديث أو سند حاكم عليه الأول من الحفاظ من سلفنا الأكابر لا يحق لأحد بعدهم أن يقول خلاف قولهم، فهم أعلم وأحفظ. نعم هم في الجملة أعلم وأحفظ، لا شك ولا ريب في هذا، لكن وفوق كل ذي علم عليم، وما كان عطاء ربك محظورا.